جزر بشكل مكثف وما يعد حرب مجتمع الأركان وجرائم حرب مجتمع الأركان ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. ورحب بحضرتك كما تابعنا الآلاف من الأبرياء وما زال هناك الكثير من الآلاف تحت الأنقاض. لا تكفي كل هذه الأرواح ربما من الدماء لوقف يعني دائم للقتال أو إنقاذ حتى الجوعى والمرضى والمشردين مع ظروف الطقس السيء ومنع التهجير القسري وكذلك الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والأساسية بشكل عاجل إلى سكان غزة مع وضع حد نهائي لتلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تخالف جميع القرارات الشرعية والدولية والقانون الدولي مع السعي ربما للبدء بمسارات سياسية قائمة على الشرعية الدولية والقانون الدولي لإنهاء هذا الاحتلال وتكسير دولة فلسطين وعاصمتها القدس. يعني الكلام كثير وخاصة في مثل هذه الأيام، لكن محور حوارنا في مساحة الرأي سيكون مع ضيفتنا الكريمة في الاستوديو دكتورة ميسا خليل الباحثة في فلسفة العلوم السياسية كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني فرصة طيبة أتقابل مع حضرتك في مساحة الرأي إن شاء الله نتعرف على آرائك ويعني تحليلاتك لما يحدث على أرض الواقع في فلسطين الشقيقة وخاصة في قطاع غزة المحاصر. لكن حضرتك اسمحي لي وسأل المشاهدين نخرج في هذا التقرير ونعود لاستكمال مساحة للرأي تقرير عن ذكرى يوم الأرض التي يعني يرويها وما زال يرويها الفلسطينيون بدمائهم ويقولون لما انحر لن نفرط في حبة رمل واحدة من أرضنا. في 30 من مارس من كل عام يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى يوم الأرض الخالد، المناسبة التي ترسخت على مر السنين لتصبح عيدا للأرض وللدفاع عنها. وقد صعد الفلسطينيون حراكهم في إحياء يوم الأرض عاما بعد عام ليؤكدوا اليوم على تمسكهم بأرضهم وبقائهم فيها رغم حرب الإبادة اللامعية التي تنفذها إسرائيل ضد قطاع غزة. يحيي الفلسطينيون الذكرى 48 ليوم الأرض الخالد في المحافظات. بات يوم الأرض محطة مهمة وبارزة في تاريخ النضال الفلسطيني الطويل التي قدمها الشعب الفلسطيني فداء لأرضه، حيث وقف في مواجهة قرارات مصادرة الأراضي لصالح بناء المستوطنات عبر مشاهد حية لم تمحها السنوات، واستبسل بالدفاع عن أرضه. فارتقى الشهداء الذين واجهوا المحتل دفاعا عن حقهم وأرضهم. وكان يوم الأرض يوما من أيام فلسطين الحية الصامدة والصابرة، وقد شكل أيضا دلالة مهمة على ارتباط الشعب مع بعضه وتوحده في ساحات المواجهة. فكان صورة لانبعاث الشعب الفلسطيني الذي ظن الاحتلال أنه لم يعد له صوتا ولا حقا ولا قوة. وتحل ذكرى يوم الأرض هذا العام وسط مزيد من الجرائم والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أهلنا في غزة منذ 6 أشهر، في عدوان ربما هو الأفظع والأبشع والأكثر دموية تواجهه الإرادة والصمود للشعب الفلسطيني الذي يقف رافضا مخططات الترحيل والتهجير واختيار البقاء فوق الأرض. وعلى وقع توسيع المستوطنات وبناء أخرى جديدة في ظل سياسة المحتل الإسرائيلي الممنهجة والتي ترمي لتمصي ومحو الوجود للشعب الفلسطيني، فرغم دمائه التي تراق يوميا يظل صامدا. فهو شعب لا ولن يتخلى عن أرضه والدفاع عن هويته ومقوماته، ورغم كل ما يجري في قطاع غزة سيتم إحياء يوم الأرض ليكون هذا بمثابة رسالة للعالم مفادها أن الشعب الفلسطيني لا ولن ينسى أرضه ولن يتخلى عنها.
نجدد التحية على حضراتكم في برنامجكم مساحة الرأي، وأيضا نجدد التحية لضيفتنا الكريمة الأستاذة الدكتورة ميسة خليل، الباحثة في فلسفة العلوم السياسية كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس. أهلا بك دكتورة أخرى. يعني الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية لكنه صامد ليقول نحن يعني نموت ونواصل كفاحنا من فلسطين المحتلة حتى تحرير كامل الأرض إن شاء الله، وخاصة أنها يعني تدخل الآن يعني الإبادة الممنهجة الإسرائيلية شهرها السابع، وربما يكون هذا هو التحدي الأكبر أمام الحكومة الفلسطينية الجديدة. يعني هل حرب إسرائيل على غزة تحديدا هي العقبة التي تواجه الحكومة الجديدة، أم أن هناك ملفات أخرى كثيرة ربما تصطدم بها وتكون في يعني مخاضها بشكل كبير تحدي صعب أمام الحكومة الفلسطينية؟ هو في البداية يجب أن نعلم أنه ليس تحدي واحد، هو عدد من التحديات التي تكاد تكون الأصعب في تاريخ الدولة الفلسطينية والقضية الفلسطينية نفسها، يعني بدءا من حصار قطاع غزة ومحل التطويق وإبعاده عن باقي السلطة الفلسطينية، ثم بعد ذلك المشاكل المالية المتراكمة التي دخلت في أوج أزماتها في الفترة القليلة من قبل عملية طوفان الأقصى، ثم تساءت الأمور في أكثر من ذلك، وكذلك أيضا إعمار غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، ثم العقبة الكبرى والتي يجب أن نتحدث بكل وضوح عنها أنها عملية لم شمل الفلسطينيين مجددا، هي أكبر عقبة ممكن أن تتيح بكامل هذه الحكومة. يعني حتى الآن لا توجد بشائر مطمئنة نوعا ما أن هذه الحكومة سيمكن أن تتآلف وتتوحد بسبب ذلك النزاع المستمر المزمن الذي أفرغ القضية من مضمونها وأفشل كل العمليات التي كادت أن تحتوي القضية الفلسطينية لكي يتوأمها مع بعض الفلسطينيين مرة أخرى وتعود القضية مرة أخرى مجددا إلى أن تتماسك في ظل مواجهة لهذا العدو الشرس. نعم. ومن يدعمه أيضا. نعم. طب هل يمكن أن نقول أن المحنة التي نتعرض لها تتحول إلى محنة في يعني وقت وجيز، خاصة في شهر رمضان، وتكون سبب للم الشمل الفلسطيني، خاصة أنها يعني مستمرة بشكل كبير وهناك تعاطف واضح من يعني كل الشرفاء في العالم والبحث عن حلول، وقف دائم لإطلاق النار، بحث عن هدنة، الإفراج عن الأسرى، إدخال المساعدات، فتكون سبب ربما يجعلها يعني للم الشمل الفلسطيني؟ هو بالفعل هناك معلومات أنه سيكون اليوم هناك اجتماع هام جدا في القاهرة لمحاولة لم شن الانفصال الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وتوحيد كلمة الفلسطينيين، لكن أيضا تتسرب أيضا معلومات أخرى أن هناك بعض من الفصائل تعارض ولا توافق أن تتدخل مع هذه المباحثات. يعني هذه العملية دائمة ومستمرة ولا سبيل إلى خروج منها، إنهم يعني يكادوا يفتكون بكل شيء. أما بالنسبة موضوع أن الشرفاء في العالم مساندين القضية الفلسطينية، فنحن دعنا نتحدث بعيدا عن المثالية التي يخرج بها الكثير من الناس في وسائل الإعلام، دعنا نتحدث عن الأمور بشكل واقعي. هل هناك آلية دولية تضمن حق الفلسطينيين أو ضمنت حقوق الفلسطينيين سابقا حتى تضمن تلك الحقوق الجازفة على الأسفلت؟ الآن لا توجد أي آلية، إذن هي مجرد تعابير مفرغة من أي شيء، والفلسطينيين هم الخاسرون الأكبر. صح. فلذا يعني التعامل مع القضية بمجرد الشعارات هذا غير كافي. لو حسبنا مقدار من سقطوا من الإسرائيليين أمام الشهداء الفلسطينيين فهو عدد مهول جدا، أكثر من 122 حوالي 122 مصاب وقتيل في مقابل يعني المعلن 1200 قتيل ومصاب كما تذكر إسرائيل، فالفرق شاسع جدا. ورد الفعل نفسه الذي قبلناه إنها أمور أخرى ليست لها علاقة أيضا بأخذ الصقر ولا أي شيء آخر، إنها أهداف أخرى غير المعلنة، إنها طموحات أخرى غير المعلنة، لا قيمة للدم الفلسطيني في نظر لا الدولة المحتلة لا الكيان الصهيوني ولا كل داعمها في جميع دول العالم. صحيح.
طيب يعني خلينا نمشي كما نتابع عبر الشاشات وعبر الإعلام ومجريات الأحداث إلى أين تسير، وآخرها إن شاء الله ننتظر يعني الاجتماع الذي سيتم اليوم. لكن بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وعدم استخدام أمريكا للفيتو هنا، هل يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرض واقع جديد باستمرار يعني الضرب في أبناء غزة العزل وقضاء على البنية التحتية وقتل أكبر عدد من القتلى وضحايا هذه المجزرة الإسرائيلية؟ بالفعل هو فرض أمر جديد واقع في القطاع. القطاع تم تدميره بصورة كارثية، ولن يعود حتى لو كانت النية لإعادة عمارته، لن يعود إلا سيأخذ الأمر وقتا طويلا من سنوات طويلة حتى يعود إلى وضعه الطبيعي. فما بال حضرتك أنه حتى الآن وفي شهر رمضان وهذه الحالات الإنسانية المأساوية التي يمكن أن تتفاقم إلى أكثر من ذلك، ومآلات ذلك على الصعيد الأمني لمصر أيضا، لأن هذه البؤر التي تجتاحها الحروب والبرودة الجو وقسوة الشتاء ثم قسوة الحر ثم الجوع والعطش وقلة نقص الإمدادات الغذائية والأدوية وكل ذلك، إنها تعتبر بؤر حاضنة بعد ذلك سيتم الخروج منها، مشاكل مصر في غنى عنها، يعني هي عملية مزدوجة. أما الواقع من الواقع إسرائيل فرضت واقع جديد بالفعل، لم تحاول، هي فرضته حقيقة. طب هذا ما يتعلق هذا ما يتعلق بغزة تحديدا والتي يتابعها العالم عبر يعني وسائل الإعلام المختلفة، لكن هل يعمل أيضا الاحتلال الإسرائيلي وكما تعودنا منه بصمت و يعني صمت دؤوب على تغيير وضع قائم في أماكن أخرى كالضفة المحتلة والقدس، وخاصة القدس لأن هناك يعني ما زال عن مآرب أخرى للإسرائيليين في القدس تحديدا؟ حقيقة ولا بتاعت خفية حتى، يعني أصبح الكيان الإسرائيلي المحتل يقوم بكل شيء بكل تبجح أمام العالم الآن بسبب الدعم الذي يحظى به الآن. عمليات كبيرة من تغيير الواقع على أرض في محيط مسجد الأقصى، نشر كاميرات مراقبة، وضع حواجز حديدية وإسمنتية في أماكن لم تكن موجودة من قبل، السيطرة على حائط المبكى، يعني هناك العديد من المتغيرات الكثيرة. الاستعانة بشركة أمريكية لتزويدها بكاميرات مراقبة، والتصنت على المصلين، غير الاقتحامات المتتالية التي تؤجج مشاعر الفلسطينيين والمسلمين. أيضا بيت لحم، هناك أيضا معلومات تتسرب على أن هناك عملية تغيير تتم في طي كتمان في بيت لحم أيضا. فإسرائيل ليست هنا صامتة ولا هنا صامتة، هي تسير في مساراتها وأهدافها التي وضعتها لنفسها، والعالم يتفرج على هذه المذابح. طيب خلينا نعود مرة أخرى للحكومة الفلسطينية الجديدة، يعني في المقابل ما آليات التوافق التي يمكن أن نعول عليها لنسف هذه المخططات الإسرائيلية تزامنا مع يعني يوم الأرض والأحداث الساخنة بشدة التي يتابعها العالم الحاصلة في غزة؟ بالفعل حركة حماس أعلنت مجموعة من الآليات أساسها الديمقراطية والمشاركة في السلطة، وهو أساس مطالباتها الأخيرة يعني كما أعلن إسماعيل هنية مؤخرا. فليست هناك مشاكل معلنة، هي التصريحات التي تخرج متضاربة من بعض من حركة حماس من بعض من الفصائل الأخرى، لا تنبئ على أنهم بالفعل قد يتوحدوا في وقت قريب. العملية الآن طالت بالنسبة لهذه المذابح والجرائم الإبادة الجماعية لهؤلاء المدنيين، إذا فلما لا نضع كل هذه المشاكل جانبا حتى نتوحد ونستطيع أن نقلل نوعا ما من هذه المآسي التي نراها على الشاشات كل يوم. صحيح. طيب دكتورة ميسة خليل باحثة في فلسفة العلوم السياسية والاقتصاد جامعة السويس، ما هي السيناريوهات في مستقبل ما بعد الحادث الآن في غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، إن يعني اتخذ قرار ما في أي توقيت متوقع في الفترة القادمة بوقف العدوان وإعادة بقى يعني الإعمار، عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، التركيز على معالجة الجرحى، ويعني تصليح ما أفسده الكيان الإسرائيلي؟
تمام. هو هناك سيناريوهين، سيناريو متفائل وسيناريو متشائم. دائما وضع باحث الامور السياسيه هذا السيناريو، لا نستطيع ان نقدم هذا او نقدم هذا، يجب ان نضع الاثنين في الاعتبار. السيناريو المتفائل كما ذكرت حضرتك انه يتم وقف اطلاق النار، ادخال المساعدات الانسانيه الى غزه، لمامه الشمل الفلسطيني، محاوله اعاده اعمار غزه، وهو يعني ليست لدينا اي مؤشرات حاليه تؤكد على ثبات هذا السيناريو. السيناريو المتشائم هو الاكثر وضوحا الان. اسرائيل ماضيه في مخططاتها، لا تسمع لاي احد. الدول التي تخرج لتشجب وتدين، لا نرى افعالا على ارض الواقع من شانها ان تثني هذا الكيان عن مخططاته وافعاله. لذا القوانين الدوليه لم تصمد امام اسرائيل، ولا بيانات الدول التي تشجب وتدين، لا شيء يوقف اسرائيل عن مخططاتها. اذا فالسيناريو المتشائم هو الان الذي يحكم الوضع. نتمنى ان السيناريو المتفائل هو الذي يعني تقوى دلائله ومؤشراته قريبا، حتى يتسنى لهؤلاء المدنيين العزل من الخروج من هذه المأساة. نعم. طيب، بعد ما تابعنا ايضا الممارسات الاسرائيليه في المستشفيات و ايضا المؤسسات الدوليه كالاونروا واتهامها بانها ضالعه في هجوم يوم 7 اكتوبر الماضي، يعني تضارب في الاراء، لكن هناك خطوات اتخذها اسرائيل بشكل كبير، وهناك ماساه انسانيه ايضا في غزه. كيف يمكن اجبار اسرائيل على التراجع او وقف الحرب او وقف حتى التوقيع الممنهج ويعني سياسه الاباده المتبعه حاليا؟ أولا هناك نقطتين، نقطة منظمة الأونروا وهذه الاتهامات التي كانتها إسرائيل للأونروا، وهي أصلا ليست بالجديدة، هي كانت يعني في مقدمات لهذه الاتهامات منذ فترة ليست بالقليلة. وعندما دخلت عملية طوفان الأقصى في مجرى التنفيذ، قامت إسرائيل بهذه الاتهامات واختطفت بعض من القائمين في المؤسسة وعذبتهم وهددتهم، خرج تقرير كبير يثبت هذه الانتهاكات الاسرائيليه. اذا اسرائيل هي بالفعل طالبت ان يتم حل هذه المؤسسه، وان يتم وضع مؤسسه اخرى جديده تشرف عليها اسرائيل، يشرف عليها الكيان المحتل. اذا هو يريد ان يفرق كل المؤسسات من مكانها في قطاع غزه ليسيطر هو على الوضع الامني في قطاع غزه. وهذه تنبئ بسيناريوهات اخرى متشائمه لا يريد الخوض فيها حتى الان. نتمنى ان يكون هناك رادع، ولان القوانين الدوليه منذ نشاه القضيه الفلسطينيه منذ 48 والعامل الامريكي في الامم المتحده وخاصه مجلس الامن هو الذي يرجح دائما كفه اسرائيل على حساب العرب والقضيه الفلسطينيه. اذا واقعيا لا يوجد هناك ما يلزم اسرائيل بتنفيذ اي قرار من قرارات المحكمات الدوليه او القوانين الدوليه او اي قرارات تخرج من مجلس الامن. صحيح، ولها سوابق كثيره طبعا، وعد ما زال الحديث موصول مع ضيفتنا وضيفه حضراتكم دكتوره ميسا خليل، الباحثه في فلسفه العلوم السياسيه كليه السياسه والاقتصاد جامعه السويس. لكن ينضم الينا الكاتب الصحفي الكبير اشرف ابو الهول في مساحه لجاء. اهلا بك استاذ اشرف معانا. اهلا وسهلا بحضرتك وضيفك. شكرا جزيلا يا فندم. يعني اليوم الذكرى 48 ليوم الارض، وما زال الفلسطينيون مصممون على الصمود بشكل مشرف، ويعني رغم ما تتبعه اسرائيل من سياسه الاباده الجماعيه والتجويع، وهي تجربه شديده القسوه في ظل هذه الايام، يعني خاصه في شهر رمضان يا فندم. لكن خلينا نتكلم يا فندم استاذ اشرف ابو الهول الكاتب الصحفي الكبير، احتلال محور فيلادلفيا ربما يقطع التواصل الجغرافي بين مصر والاشقاء في غزه من ناحيه، وهناك ايضا سياسه التجويع والممارسات التي تمارسها اسرائيل بعيدا عن المجتمع الدولي، وهناك تطور خطير في الاحداث في غزه. هل اسرائيل تحاول تجربه الوضع الجديد تقيس به الراي العام العربي والمصري يا فندم؟ يعني اولا خليني بس اوضح قصه محور فيلادلفيا. محور فيلادلفيا صلاح الدين ليس هو مساحه كبيره من الارض كما يتصور الناس، ولكنه مجرد شريط حدودي على طول الحدود بين
مصر وغزة حوالي 14 كيلو طول، فعرض يعني 100 متر أو أكثر بقليل. نعم. وبالتالي فهو ليست منطقة ضخمة يعني تسيطر عليها الدبابات وغيرها، ولكنها منطقة رمزية للعلاقات بين مصر وإسرائيل من ناحية. وفي البداية يعني كان المفترض أنه الأنفاق يعني عندما يتم حفرها في هذا المكان مع التطور وتزايد قدرات الفلسطينيين أصبحت الأنفاق تحفر على بعد مئات وربما كيلومترات، وبالتالي لم يعد شريط فيلادلفيا مؤثرا للدرجة التي يحاول الإسرائيليون أن يوهموا العالم بها. لكن مصر لا ترفض يعني أولا المساس بهذا الشريط لأنها وبكل رفح، لأنها هي بالفعل أغلقت الأنفاق. يعني الأنفاق كانت أيضا تضر بمصر فترة الإرهاب، وكان الإرهابيون يستغلونها في الهروب إلى غزة أو الحصول على معدات أو أسلحة من غزة. مصر أغلقتها، ومصر الرمزية لديها ليس في الشريط باسمه ولكن فيما يحدث بالقرب من الشريط او فوق الشريط. نحن نعلم انه هناك يعني في رفح حوالي 1.5 مليون فلسطيني نازحون، هؤلاء موجودين في مساحة اقل من 60 كيلومتر. الخيام الفلسطينيين يعني على بعد سنتيمترات ولم اقول مترات من الجدار الذي يفصل بين مصر وغزة. إسرائيل لا تختبر العالم، ولكن إسرائيل تنفذ ما تريد. إسرائيل تتحدى المجتمع الدولي، تتحدى الولايات المتحدة. يعني استطاع نتنياهو إيهام الإسرائيليين إنه رفح ونحو فيلادلفيا إذا تم اقتحامهم، فهذا يعني إنه إسرائيل انتصرت، وهذا الكلام غير حقيقي. هو يتحدث ليل نهار عن وجود 4 كتائب لحماس في رفح، وإنه التفكيك يكون قد فكك يعني قدرات حماس العسكرية. هذا أيضا كلام غير حقيقي، لأنه نحن نعلم إنه حماس كتائبها وقدرتها شبه عسكرية وليست عسكرية، بمعنى إنها ليست مواقع وبها دبابات وصواريخ وطائرات وما إلى ذلك، لكن هي لديها بالفعل مواقع، ولكن معظم عناصرها هم عناصر المقاومة، لا أحد يعرف معظمهم، يستطيع التحرك وسط الناس، ما زالوا موجودين في الشمال والوسط والجنوب. نعم يجب أن نعترف أن قدرتهم تضررت بشكل كبير، وضربت معظم الأنفاق التي يعني بها مخابئ الأسلحة وتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية. لكن في المقاومة يمكن لشخص يحمل سكين أو عدة أشخاص يحملون مسدسات أن يزعجوا يعني الاحتلال، وبالتالي هي دائما تروج لفكرة يعني لا يمكن أن تتحقق، وهي القضاء على المقاومة. وفقط الهدف التي أو الذي يعني تسعى إلى تحقيقه ليس الانتصار الكامل، لأنه هذا لم يحدث أبدا، ولكن تحقيق صورة انتصار. صورة انتصار هذه من وجهة النظر الإسرائيلية قد تكون دخول رفح أو قتل يحيى السنوار أو قتل محمد الضيف، ولكن في النهاية ستبقى القضية الفلسطينية وسيبقى الصراع وستبقى المقاومة، ولن تستطيع إسرائيل رغم ما تملكه من أسلحة لأن المقاومة أو أشرب بقول هذه الإضافة في مساحة للرأي، على أمل إن شاء الله يعني الحضور في الاستوديو وتشريفنا إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ أشرب أبو الهول الكاتب الصحفي. عودة لضيفتنا وضيفة حضراتكم الأستاذة الدكتورة ميسة خليل، باحثة في فلسفة العلوم السياسية كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس. يعني الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية، لكنه صامد ويقول لن أخرج ولن أفرط في حبة تراب واحدة. خلينا نتابع هذا التقرير في آراء الكتاب والصحافة، ونعود لاستكمال لقائنا مع ضيفتنا الكريمة. We'll be right back.
تبدا جولتنا الصحفيه تبين بجنده عربيه، حيث يرى الدكتور سامي عماره ان تهويد مدينه القدس يتم بخطوات متدرجه لكنها ثابته لها هدفان، الاول احداث تغيير ديموغرافي والثاني تغيير هويه المدينه. ولا يمكن للجهد الفلسطيني مهما كان حجم الاصرار والمثابره ان يقف بمفرده في مواجهه هذا الطوفان. ان استمرار تهويد القدس وتشييد الشعب الفلسطيني بات مساله وقت. وفي السياسة الدولية، الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة يحذر من أنه ثمة رغبة إسرائيلية غربية في خنق الشعب الفلسطيني للقبول بالمزيد من التنازلات، لكنه منطق يقوم على حسابات خاطئة. فالقضية الفلسطينية لا يمكن اختزالها في قضايا مفتعلة، فهي قضية سياسية وقانونية وإنسانية لوطن ما يزال محتلا منذ أكثر من 70 عاما. وفي النهار اللبنانية، رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة يكشف النقاب عن ان سياسات المجتمع الدولي والامم المتحده تجاه القضيه الفلسطينيه فشلت منذ عام 1948 لانها لم تتمكن من محاسبه اسرائيل على انتهاكها للقانون الدولي. انها تتصرف وكانها فوق القانون، حيث تستغل عجز المجتمع الدولي وقصور العداله الدوليه. ونختتم جولتنا بالخليج، حيث يبعث الدكتور عاطف العمري برساله مفادها ان عدم قدره المنطقه العربيه على الامساك بزمام الاحداث عربيا واقليميا راجع الى تمسكها بسياسات لم تعد تتناسب مع المتغيرات الاقليميه والدوليه. فنكبه فلسطين لم تقف عند عام 1948، فما يفعله الاحتلال الاسرائيلي في غزه هو جزء من ترتيبات قديمه من اجل افراغ غزه من سكانها بالقوه. إنه فصل جديد من تلك النكبة عنوانه التطهير العرقي والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. أهلا بحضراتكم من جديد في برنامجكم مساحة للرأي، ونرحب مرة أخرى بضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسة خليل الباحثة في فلسفة العلوم السياسية كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس. أهلا بك يا دكتور مرة أخرى. يعني كما تابعنا في أخبار الصحافة، ربما تكون هناك خلافات سياسية داخلية وخارجية تعصب بإسرائيل بشكل كبير، لكن هل تؤثر على مسار الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة بشكل يومي؟ الحسابات السياسية الداخلية لإسرائيل تختلف تماما عما يجري في قطاع غزة. أولا الإسرائيليين توحدوا حول أمن إسرائيل الآن، في دائما حين تريد أن توحد كلمة الشعوب المتفرقة يجب أن تخلق عدو، والعدو أصلا موجود. هم يدعون أن الفلسطينيين هم إرهابيين وغير من ذلك من الاتهامات. فالإسرائيليين متوحدون الآن خلف بنيامين نتنياهو بالرغم من هذه الانقسامات التي ذكرتها حضرتك بالفعل، لكنها لا تغير الأهداف والمسارات التي رسمها نتنياهو لنفسه في هذه اللحظات وفي الفترة القادمة، بل بالعكس أنه قد يكون خاسرا بالفعل في مساراته السياسية الداخلية، لكنه حتى الآن ناجح فيما يخص توحيد الإسرائيليين حاله، فيما يخص إسالة هذه الدماء البريئة طوال تلك الشهور. هذا عن الخلافات الإسرائيلية لكن أو الداخل الإسرائيلي كما يعني ذكرنا، لكن خلاف أمريكا وإسرائيل، هل هو صدام حقيقي أم تباين في وجهة النظر أن اتفاق ضمني للإجهاز على الفلسطينيين وتدمير أكبر عدد ممكن من البنى التحتية والقضاء على أكبر عدد من الفلسطينيين؟ هو بالفعل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يكونوا مختلفين أبدا. هي من الناحية الواقعية قد تخرج الولايات المتحدة لرجل جروب أو تدين، لكنها يكون الأمر بشيء من اللطف والعطف والحنان على الكيان المحتل. لا يوجد أبدا ولن يوجد وفي أدبيات الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لن يوجد أي تعارض مع وجهة النظر الإسرائيلية. فإسرائيل عندها هي الخط الأحمر، تفعل ما تريد وتفعل ما تشاء، وهي الحامية الحاضنة لكل هذه الفهوات والكوارث التي تقوم بها إسرائيل، ولا رابع لذلك بسبب تلك الحامية الولايات المتحدة الأمريكية. لا يوجد أبدا لن يوجد هذا الخلاف. والصراع الذي ولد في المنطقة العربية هو صراع عقائدي، ولد ليبقى وشأنه شأن صراعات أخرى، يجب أن تسالي هذه الدماء الطويلة حتى يحصل كامل التطهير من هذا الكيان المحتل. يجب وضع عدة مسارات إسلامية ومسارات عربية حتى يتم القضاء على ما يسمى هذا المتوحش الكيان الصهيوني. لن نأخذ أي شيء من أي قرارات دولية ولا أي مجلس أمن ولا أي أمم متحدة، وكل التاريخ يثبت
كل التاريخ يثبت ان اسرائيل ستفعل ما تريد. لا يوجد امل امام الفلسطينيين الان سوى ان يتوحدوا هم داخليا، وان العرب من الخارج يتوحدوا ايضا. حينها يمكن ان نقول ان هناك سيكون تفاؤلا بشان ما سيكون في المستقبل، وليس المستقبل القريب ايضا. نعم. نعمل اكبر من ذلك. هذا ما نعمله ان شاء الله. اتحد الفلسطيني على كلمه سواء. دكتوره ميساء خليل، باحثه في فلسفه العلوم السياسيه، كليه السياسه والاقتصاد، جامعه السويس، شكرا جزيلا على هذا اللقاء الطيب، على امل يعني لقاءات اخرى وفي المزيد من الوقت. شكرا. مع حضرتك. اعزائي المشاهدين، كنا معكم في برنامجكم مساحه للراي، ونلتقي موضوعات جديده. لكم منا كل وقت طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.